بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلها 7 مرات وأنت على وضوء، وإذا كنت متوضئا فتوضأ مرة أخرى ولو كنت متوضئا، فكما قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الوضوء على الوضوء نور على نور. فإذا ما قلت هذه الكلمة 7 مرات استجاب الله سبحانه وتعالى لك. الضامن من؟ أميرنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قال الأمير علي عليه السلام لابنه الحسن سلام الله عليه: إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا، نزل بك أمر عظيم، مشكلة كبيرة، سواء كانت في الدين أو في الدنيا، وفي مسألة الدين أي بمعنى بأن الإنسان يقع في أذى من وراء دينه، ولطالما أتباع أهل البيت عليهم السلام نحن وإياكم وقعنا في ذلك، في أذى من وراء ديننا واتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك للأمير علي بن أبي طالب عليه السلام. أو أنك تنال أذى من وراء دينك، أي بمعنى بأن فلانة لأنها تلبس الحجاب ومرتدية العباءة وملتزمة، فربما لا يتهافت عليها مثلا الخطاب إلى غير ذلك، ويقولون بأنها معقدة فقد تأذت من دينها. فلان لأنه يحاولون أن يجروه إلى الحرام إلى الرشوة، ولكنه لأنه متدين لذلك ينقلوه من مكان لآخر، لأنه لا يريدون أن يطلع على أسرارهم على سرقاتهم إلى غير ذلك فيتأذى. فإذا ما تأذيت من دينك، نزل بك أمر عظيم في دينك أو دنياك، هذه الدنيا بمشاكلها المختلفة، مرة ترتبط الدنيا بالدين بمشاكلها ومرة لا، يعني مشكلة تختلف عن الدين. على كل الأحوال ماذا تفعل؟ فقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولده الإمام كريم أهل البيت الحسن المجتبى سلام الله عليه: إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا فتوضأ وارفع يديك اتجاه القبلة وقل يا الله يا الله 7 مرات، فإن الله سبحانه وتعالى يستجاب لك. يأتي فلان ويقول ربما 7 مرات. أولا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ناظر بأنك في حالة الشدة، في حالة الضيق، ربما لا يمكنك أن تصلي 100 ركعة ولا تقرأ الأدعية الطويلة ولا تختم 2 سورتين طويلتين من القرآن، وهذا من باب رحمة الله ولطف الإمام علينا بأنه يداري أوقاتنا وبأنه يداري مشاعرنا، وثلثي الدين مداراة الناس. اليوم تجد أن البعض ليس لديه فرصة بأن يحك رأسه كما يعني جاء في المثل، لا يستطيع. لذلك هذه الطريقة جدا وأنت تقولها ليس بنيتك، إنما بنية علي بن أبي طالب عليه السلام، بضمان علي بن أبي طالب عليه السلام. الكلمة هي الله والضامن هو علي، فهل تتصور بأن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لك؟ الكلمة والمنادى هو الله، والضامن هو الإمام علي بأن الله يستجيب لك. يعني في بعض الأحيان صراحة نحتاج إلى عقيدة، نحتاج إلى عقيدة بسيطة في مسألة استجابة الدعاء وقضاء الحاجات والاطمئنان. كل الاطمئنان بأني مجرد أن قلت 7 مرات يا الله بدأ الله سبحانه وتعالى يمهد لقضاء حاجتي، بمجرد في لحظة من اللحظات يوم بعد يومين بعد 3 أيام أقول لا، شو ما صار شيء، ما تغير شيء، الله سبحانه وتعالى هذا التمهيد لقضاء حاجتك يلغيه تماما. قلنا في يعني كلمات سابقة عن طريق علمائنا الأعلام وعن طريق أئمتنا العظام: احذر كل الحذر بأن تقنط من رحمة الله وتقول بأني دعوت منذ أسبوع ولم أرى أثر الإجابة، أثر التغيير، أن الله سبحانه وتعالى يمهد الظروف، واعلم بأنك مرتبط بهذا العالم، بهذا العالم. اليوم أدخل إلى الغرفة وأريد أن أغير شيئا في الغرفة، تلاحظ بأني عندما أريد أن أحمل هذا الشيء من مكان لآخر سوف أبعد أشياء،
وسوف أدخل أشياء وسوف أضع أشياء، يعني بمعنى تغيير كامل في الغرفة لأجل فقط هذا الشيء. كذلك أنت أيها العزيز أيتها الكريمة، عندما تدعوان الله سبحانه وتعالى في قضاء حاجة ما وبشكل مستعجل، اعرفوا بأن هذه القضية مرتبطة مع مجموعة آخرين. إن الله سبحانه وتعالى سيغير الظروف ويغير قدوم فلان من تلك الساعة إلى هذه الساعة، وسوف يلتقيك المفروض في اليوم الفلاني، لا سوف يلتقيك بأسرع في هذا الظرف، ولأنه يعني مجموعة من الأسباب، مجموعة من الأسباب حتى يأتي حدث الإجابة. فإياك إياك 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 أن تقول دعوت منذ كذا، هل سيأتي فلان ويقول يعني بأنه دعوت صراحة منذ سنة ولم يتغير شيء؟ أيها العزيز افعل كما جاء هذا الرجل إلى الإمام زين العابدين عليه السلام وقال له: يا ابن رسول الله، أمرتني أن أقرأ سورة نوح منذ سنة ولم يتغير شيء. فقال له: إذن اقرأ سورة إنا أنزلنا، فما مضى عليه إلا أسبوع وقضيت حاجته. كذلك أنت يأتي فلان دائما ويسأل العلماء أو يسأل أهل البيت عليهم السلام، وهذا الأمر جدا مهم، رجاء استمعي. يقول لهم مثلا: لماذا هذه الصلوات الكثيرة؟ لماذا هذه الأدعية الكثيرة والمتنوعة إلى غير ذلك؟ أولا كثرة الأدعية وكثرة الصلوات جاءت مناسبة لظروف الناس. هناك من يستطيع أن يصلي صلاة الليل مثلا ويقرأ هذا الدعاء الفلاني الذي هو عبارة عن 200 سطر، وفلان رجل كبير في السن لا يستطيع أن يصلي صلاة الليل ولا يقرأ الدعاء الفلاني 100 سطر أو 200 سطر. لذلك جاء يعني في باب الغناء مثلا بأن تقرأ هذا الدعاء الفلاني 200 سطر بعد صلاة الليل. رجل، امرأة كبيرة في السن، امرأة مرهقة من عمل المنزل، أنت مرهق من العمل لا تستطيع وتريد الغنى أيضا، فيعطيك الإمام سلام الله عليه دعاء قصيرا. عرفنا هذه من باب ثلثي العقل، مدارات الناس، من باب المدارات. يأتي فلان يقول: أنا أريد أن أتخلص من هذه المشكلة ولكن علي أن أقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، لا أستطيع. وإذا بالإمام يرأف بحاله ويقول: بدلا من ذلك، عوضا من ذلك، من أراد أن يتخلص من مشكلته فليقرأ سورة الانشراح، هذه السورة القصيرة. فعندما نعرف تعدد الصلوات الكثيرة، إنما هي مدارات للناس، لأن الناس ليس على جهة واحدة، قابلية واحدة، إمكانية واحدة، ليس، لا، كل واحد له طريقة خاصة. هذا واحد. ثانيا، ما يناسب إيمانك. هناك نجد من لديه الطاقة والقدرة كالشباب، ولكن ليس لديه ذلك الإيمان أن يقف لساعتين للصلاة، أن يقرأ جزئين من القرآن. مرة من المرات أجده ضعيفا بدنيا، ومرة أجده ضعيفا إيمانيا، لذلك اختلفت الصلوات والأدعية إلى غير ذلك. فلا تستغرب بأنه مثلا في باب الرزق 100 صلاة وصلاة، في باب يعني مثلا خلاص من مشكلة معينة 100 صلاة وصلاة، في باب الزواج 1000 صلاة وصلاة. لماذا؟ لكي يكون المجتمع قادر بمختلف ظروفه وأحواله واختلافه في الإيمان والقوة البدنية لا غير ذلك، يستطيع أن يصلي وأن يصل إلى المبتغى. هذا من رأفة الله سبحانه وتعالى على عباده. فعلى كل الأحوال جرب ولا تشك دائما وأبدا. برنامج صباحات ولا أيام، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.